اهلا مشاهدي كرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. قضيه هذا الاسبوع سوف نناقش فيها مشكلا اجتماعيا عويصا تعاني منه عدد من الاسر المغربيه، ويتعلق الامر بالاسر التي تعاني من صعوبات الانجاب. معنا لهذا الموضوع السيده عزيزه غلام، رئيسه الجمعيه المغربيه للحالمين بالامومه والابوه المعروفه اختصارا بمبا. سوف نعالج معها عدد من الأمور، خصوصا الرسالة التي بعث بها مؤخرا إلى السيد وزير الصحة فيما يتعلق بدمقراطة الولوج لهذه العلاجات. سيدة عزيزة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنت كيفما قلنا، أنت رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة المعروفة اختصارا بمبا. أولا أعطينا يعني تعريف مختصر للجمعية، شنو هي الأهداف ديالها، شنو هو المجال الاشتغال ديالها؟ تفضل. بالنسبة للجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، كيف ما كتعرفوا هي معروفة بمابا في الوسط ديال الناس اللي هما كيحلموا أنهم يكونوا أباء وأمهات. هي جمعية أولا جات باش تكسر هاد الجدار ديال الصمت، وتحاول تكسر هاد الطابو في الحديث على المشاكل اللي هي مرتبطة بالإنجاب واللي مرتبطة بالعقم، لأن كيف ما كتعرفوا هاد الموضوع ما يزال طابو عندنا في المجتمع. النساء والرجال ما تيقدروش يتحدثوا بأنهم عندهم مشاكل اللي كتعيقهم باش يولجوا يعني الأمومة والأبوة. فالجمعية جات باش تساهم وتساعد الناس، يعني تكون هي الصوت ديال هاد الفئة اللي كيعانيوا من هاد المشاكل، لأن الصمت عمره ما غادي يكون هو الحل. خصنا نهضروا على الموضوع ديالنا، خصنا نعرفوا الجهات المسؤولة، خصنا نعرفوا المجتمع بأن كاينين واحد الفئة داخل المجتمع اللي هي ما قادرش تولد أو لا عندها صعوبات باش تولد، وخصنا نعاونوها. إذا الجمعية كانت الفكرة الأساسية هو تعرف يعني فئات المجتمع كاملة بوجود واحد الرجال، بوجود واحد النساء اللي عندهم مشاكل في الإنجاب، واللي خصنا نهضروا على هذا الموضوع باش ما يبقاش طابو. ثانيا، هذه الجمعية جات باش تكون هي المخاطب ما بين الناس اللي هما كيعانيوا من هذا المشكل وما بين الجهات الرسمية، أساسا وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبطبيعة الحال الوزارة ديال الأسرة وجهات أخرى اللي هي معنية بهذا الموضوع، لأن خص يكون واحد الجسر تواصل ما بين هاد الناس وما بين الجهات المسؤولة. وبطبيعة الحال هذا كيتجسد يعني من خلال الندوات الوطنية، وانتم راهم مشكورين يعني حضرتوا لجميع الندوات الوطنية اللي نظمنا في هذا الإطار. يعني كيكون الجهات الرسمية كتكون حاضرة معنا باش أنهم كيسمعوا شنو هما الطلبات ديالنا، شنو هما الاحتياجات ديالنا، شنو هي المعاناة ديالنا، باش هما كيترجموها على شكل برامج وطنية للعلاج، وعلى شكل برامج للوقاية، وعلى شكل مخططات اللي كتوفر جميع الآليات والأدوات اللي كتقدم يد العون لهذه الفئات هذه، لا سيما منها فيما يتعلق بالعلاجات. إذا الجمعية هي جات من أجل تكون مخاطبة باسم هاد الناس، من أجل تحسيس المجتمع، من أجل تقريب يعني مشاكل هاد الفئة الفئات الأخرى الولودة، لأن الناس ملي كيكونوا كيولدوا ما كيعرفوش بأن راه كاين واحد الأسر اللي هي كتعاني باش تقدر تولد. إذا هنا فحالة كنربطوا صلة الوصل ما بين الأسر الولودة والأسر غير الولودة، نربطوا جسر التواصل ما بين هاد الناس وما بين الجهات المسؤولة، عاد كنربطوا جسر التواصل ما بيننا وما بين الأطباء والجمعيات العلمية، من أجل أننا باش كنعرفوا شنو هي آخر المستجدات الطبية، شنو هي آخر المستجدات العلمية. وبطبيعة الحال حتى هما كندعيوهم باش يعطيونا مثلا تخفيضات، باش يعرفوا هي المشاكل ديالنا، كيفاش ممكن انهم يفكروا معنا من اجل اننا نوفروا حلول لهذه الفئه. عموما هذا يعني كاين هناك يعني لائحه طويله من يعني من الاهداف، لا يتسع يعني المجال والتوقيت انني نصلها، ولكن هذه ابرزها. هي اهداف كثيره وكترجموا ايضا لعده انشطه وحضرناها كيف ما قلت من بينا. الهم الاساسي عندكم هو الترافع من اجل يعني العنايه الصحيه، وايضا الحق هاد الاسره ديال غير الولد كما سميتها في الولوج الى العلاجات. وعلى خلفيه هذا الامر هذا، باليوم العالمي للاسره، ارسلت رساله لوزير الصحه
طويلة وعريضة ووقفتوا فيها تشخيص لهذه الحالة، كيف ممكن أنك تكلمنا على هذه الرسالة والصعوبات اللي كاينة، وأيضا حتى سميتوه بالوصم الاجتماعي الذي يلاحق هذه الأسر؟ نعم، يعني إحنا بغينا يعني على هامش يعني إحياء هذا اليوم العالمي للأسرة اللي هو كيكون موعد سنوي بالنسبة لنا، أننا كنضموا فيه مجموعة من اللقاءات والندوات وطنية سواء في شهر ماي أو شهر يونيو هذا العام بعد كورونا، وهذا بغينا نعود ونجدو يعني لفت الانتباه المجتمع كامل، ولكن أننا نرسلوا رسالة مفتوحة للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نذكروه بالمشاكل اللي كيعانيوها الناس، وبأن ما بقاش عندنا دابا شي وسيلة من أجل أن هاد الأسر اللي هما كيعانيوا هاد المشكل يزيدوا يصبروا أكثر. صحيح أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعني تفاعلت مع جميع الندوات الوطنية ديالنا، كيحضروا معنا كيشتغلوا معنا، ملي كيكون عندهم برامج يستدعونا من أجل أننا نحضروا معاهم من أجل يعني التفكير وإعطاء المقترحات ديالنا في بلورة هاد البرامج. حاليا حنا كنناشدوا يعني من خلال المنبر ديالكم المحترم، كنناشدوا البروفيسور خالد أيت الطالب بأن هاد الأسر ما بقاش عندهم شي حل آخر من غير يعني أننا نشريو الخدمات ديال المساعدة الطبية على الإنجاب من القطاع الخاص. علاش؟ لأن رغم المجهود اللي هو دار فتح بعض، أقول بعض وليس كل المستشفيات الجامعية، ماشي جميع المستشفيات الجامعية تتوفر على مراكز متخصصة في الخصوبة، فإن العمل اللي فيها هذه اللي مفتوحة، العمل اللي فيها يعني حتى هما كيواجهوا صعوبات على مستوى عدد الأطباء المتخصصين، على مستوى ديمومة هاد الخدمات، لأن كاين بعض الخدمات كاينة وخدمات أخرى غير متوفرة، حتى هما عندهم إكراهات مصدرية ديال الصفقات وطلبات العروض من أجل الحصول على مجموعة من المواد اللي كيستلزمها هاد التدخلات اللي هي مرتبطة بتقنيات ديال مساعدة الناس من أجل الإنجاب. إذا كيبقى الحل، هو أننا نشريو هذه الخدمات من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو سبق المراكز العمومية في تقديم هذه الخدمة، وكيف ما كتعرفوا هذه الخدمات غالية بالنسبة ليتحملوها، يعني القدرة الشرائية ديالها الناس صعيب عليهم أنهم يتحملوها، وما يمكنش لهم أنهم يبقوا مسجلين في لائحة الانتظار في مجموعة من المراكز اللي هي تابعة القطاع العمومي، أو لينتظروا واحد المراكز أخرى أنها تفتح. مثلا ما يمكنش أنهم ينتظروا نفتحوا ديال الدار البيضاء، أو نفتحوا ديال أكادير، أو نفتحوا ديال الفاس، أو يعني هذه الخدمة هذه واش كاينة في المستشفيات العمومية؟ كاينة في بعض المراكز، يعني كاينة دابا في مراكش، وكاينة في الرباط، وكاينة في وجدة، ولكن تأخر بنك كاين هناك لائحة طويلة ديال هاد الناس، وكاين انقطاعات في تقديم هاد الخدمة. إذا واش كتقترح من القطاع فلامك هو أنه تكون على شكل المراكز ذات الصفة الكلي؟ إكزاكت، بالتأكيد هذه هي الطريقة، يعني الوزارة نجحت في هاد المسألة، يعني في أنها تقدم الخدمات ديال التصفية، كيمشيو الناس للقطاع الخاص في مراكز ديال التصفية، والوزارة بتنسيق وبشراكة مع القطاع الخاص هما كيقوموا بهذوك الواجبات المالية، راهم هما كينسقوا ما بيناتهم. إذا حنا بغينا على غرار هاد المسألة ونجاح هاد المسألة أننا نطبقوها بالنسبة للمساعدة الطبية على الإنجاب، لأن الواقع يحتم علينا ذلك. أولا الناس كيتراجع عندهم يعني رأس المال للخصوبة ديالهم، شهريا المرأة كيف ما كتعرفوا شهريا كتفقد رأس مالها في البويضات، يعني ما غاديش نبقاو حنا نتسناو المساطر الإدارية وإنشاء مراكز وبنائها وطلبات العروض والحصول على المعد، يعني هذا لا ينتظر، علما ان عندنا مجموعه من الناس اللي هما في صفوف الشباب، راه الناس في العشرينات في الثلاثينات كيعانيوا، امتى غادي يتسنى هاد الناس هاد الزوجين باش نقدموا لهم هاد الخدمه؟ اذا حنا كناشدوا كنراهنوا يعني على وزير الصحه البروفيسور خالد ايت الطالب، وهو يتجاوب معنا يعني في مجموعه من الملتقيات، فبغينا يتجاوب معنا في هذه المساله لانه ولات ملحه ومصيريه، خصوصا
يعني وزارة الصحة كما قلت هي مواكبة الأنشطة ديالتكم. صحيح يعني دائما في على اطلاع بهذا الأنشطة وعلى اطلاع أيضا بالمعاناة. نعم. على ذكر المعاناة، كيف ممكن تكلموا على المعاناة الاجتماعية؟ تكلمتوا على الوصم الاجتماعي. دائما ينظر على الأسرة على أنها غير والدة، ناقصة شي حاجة، ربما أول سؤال عند الناس كي أشنو بنتي إمتى غادي تولدوا؟ إمتى غتولدوا؟ يعني كاينة الأسئلة هذه. صح، لأن بالنسبة يعني في التمثلات ديالنا، في التمثلات الاجتماعية ديالنا كيبان لينا غير هذا الشهر أنت درتي عقد الزواج، صافي راه الشهر الجاي راك خصك تحمل. ألوغ هنا كاين مشكل، كاين مجموعة من العوامل اللي كتساهم في تأخر الإنجاب، كاين مجموعة من العوامل اللي كتساهم في مشاكل أننا نعانيو من صعوبات الإنجاب، لا عند المرأة ولا عند الرجل، باش ما يزحفش الناس بأن راه غير المرأة فقط، لا. تا الراجل عنده مشاكل، وعندنا بزاف ديال الحالات اللي هما الراجل عنده مشاكل في يعني في الجوده وفي العدد وفي الحركيه ديال الحيوانات المنويه. خاص الناس يوعوا بهذه المساله بان هذا الموضوع كيهم الزوجين بجوج بهم. كاين مجموعه من العوامل سواء ثقافيه او لا يعني اجتماعيه مرتبطه، مثلا ان الناس ولاو كيكملوا الدراسه ديالهم كيتزوجوا معطلين، كاين مشكل ديال ان الناس ما كيتزوجوش مثلا يعني في واحد السن مبكره من بعد مثلا 40، راه مورا 40 راه لابد بعض الحالات انهم كيصادفوا. كاين مشاكل بيئيه، كاين مشاكل مرتبطه بالجانب النفسي، كاين عوامل بيولوجيه. المهم هاد العوامل يقدروا مجموعه من الاطباء انهم يوضحوا فيها. بالنسبه لينا حنا كاين مشاكل ديال الاحراج ديال هاد الاسر، امتى غادي يتزوج، كلشي امتى غادي تولد، لان كلشي ينتظر انه يكون عم، كاين اللي باغي يكون جد، كاين اللي باغي يكون خال، كاين اللي باغي تكون خاله، كاين اللي باغي يكونوا عنده الاحفاد. ولكن هذوك الزوجين راه لا حول لهم ولا قوه، يعني هاد المجيء ديال الابناء ما تيدخلش في القدره ديالهم. كاين مشاكل عضويه اللي كتساهم في تاخر الانجاب، وكاينين الحلول العلميه اللي خصنا نستافدوا منها. يعني لو لم يكن هناك يعني نجاحات في اللجوء الى تقنيات ديال الحقل المجهري او غيره من التقنيات المتاحه حاليا ديال المساعده الطبيه على الانجاب، ما غاديش نكونوا حنا كناضلوا كنغوتوا يعني كنبذلوا واحد المجهود نفسي وعضلي وفكري باش نناضلوا في هذا المجال. مادام هناك علاجات ومادام هناك ادويه ومادام هناك حالات كتنجح، صحيح ان ماشي جميع الحالات كتنجح في يعني في التجربه الاولى، خص تكرار هذه المحاولات، ولكن كاين حالات اللي هما كينجحوا من كيف كنقولوا بالدارجه من الدقه الاولى. اذا مادام حنا فرح كاين هاد التقنيات اللي فرحات مجموعه من الاسر وتمكنوا انهم يكونوا امهات واباء، علاش ما نبدلوش هذا المجهود ونتيحوا هذه الخدمه لهاد الاسر ولهاد الشباب اللي يعني كيضيع شبابهم وكيضيع وقتهم، خصوصا ايضا مع هذه الاحصائيات الاخيره كتبين فعلا على انه نحن امام ظاهره ديال العقم او الصعوبه عالميا. يعني نعم، يعني منتشره بشكل كثير. نعم، وراه منظمه كيف قلت يا استاذ بان راه منظمه الصحه العالميه راه في تقريرها الاخير راه دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بمشاكل العقم وضعف الخصوبه. والمغرب غير مستثنى، يعني كمجتمع حنا غير مستثنى من الساكنه العالميه فيما يتعلق بضعف الخصوبه والعقم. اذا هنا خصنا نسارعوا ونوجدوا ما يحتاجه هؤلاء الناس من معدات ومن يعني امكانيات، لان سيدي عزيز غلام على اساس انه هذه الامكانيات، ولكن كاين واحد الفئه هشه لازم اننا نستحضروها، هي الفئه اللي ما عندهاش امكانيات والمواكبه الماليه من اجل يعني باش تدخل لهاد العلاجات. كيف ممكن تكلمنا على هاد الصعوبات الاجتماعيه ديال هاد الفئه؟ نعم، يعني راه تقريبا شحال كتكون الكلفه؟ الكلفه يعني تفوق القدره الشرائيه ديال هاد الناس، يعني ما بين 30,000 درهم وممكن توصل حتى ل 50,000 درهم واكثر. شحال شهريا؟ هذه اللي المحاوله الواحده في الشهر، يعني شكون اللي فينا غادي يقدر يدير ادخار لهذا المبلغ شهريا؟ راه هذا هو، هذه هي المعضله. علما ان الناس يعني كاين اللي كيدير القرعه او لا دارت على حسب كل مصطلح كل جهه شنو كتسميها، كاين اللي كيتسلف من عند العائلات ديالو، كاين اللي كيمشي للسلفات البنكيه،
كاين الا عنده شي ذهب ولا شي حاجه كان شراه في الوقت ديال الزواج ديالو كيبيعو، او الا كان شي حد مثلا. هاد الحالات واقفين على نتوما في الجمعيه بطبيعه الحال، بطبيعه راه الناس هادشي باش كيديروا التقنيات ديالهم. محاوله لو ممكن ما تنجحش. ماشي كل محاوله باش يدير المحاوله الثانيه خصو بعدا يسدد الكريدي. كنتكلموا على هادوك ما يسموا الاطفال الانابيب لا اولا هذا هو المصطلح اللي كان معروف به سابقا في البدايات ديال ابتكار هذه التقنيه، كانوا الناس كيقولوا اطفال الانابيب، ولكن مع التطور العلمي يعني خصنا نخرجوا من الذهن ديال الناس باش ما يتخيلش لهم راه كتم صناعه الاطفال في شي انبوب ولا شي حاجه. هي تقنيات علميه يعني متاحه يتم استعمال الامشجه يعني الحيوانات المنويه ديال الرجل بالبويضات ديال المراه يتم اعدادهم من طرف الاطباء المتخصصين. هادو تقنيات اللي هي متداوله وكتعرف يعني واحد التطور متسارع دوليا اللي ممكن يعني كيعطي يعني اعطى بعدا هو اعطى يعني حلم الامومه حققوه عند مجموعه من الاسر، وخص هاد الناس اللي هما كاينين دابا يستافدوا منها. علمنا سي منير ان كل ما ساعدنا هاد الاسر باش يدخلوا هما سنهم صغير كل ما كنرفعوا الحدود ديالهم كل ما كنرفعوا الحدود ديالهم في نجاح هاد العمليات، وكنعطيوهم يعني استقرار اسري، كنعطيوهم استقرار نفسي، ماشي غيبقاو هاد لي كوبل في صراع باش يوجدوا هاد الفلوس، في صراع انهم ما يقولوش للناس راه عندي صعوبات في الانجاب، انهم يتفاداو الاسئله المحرجه. لحقاش كاين كيتلقاو ناس اسئله محرجه، شكون اللي فيكم فيه الديفو، شكون اللي فيكم فيه المشكل، شكون اللي اولا كاين اللي كيقول لي وانت ربما دي كوب كيتفرقوا احيانا. لا كاين عندنا كتكون طم اكثر لما تكون المراه عندها صعوبات. عندنا حالات داخل الجمعيه الناس طلقوا مشاو عاودوا تزوجوا باش يبحثوا على ومع ذلك كيكون دماغهم مع الزوج ولا الزوجه الاولى، لان كيكون الدافع الى الطلاق رغبه في الانجاب، اولا لان على حسب بعض الحالات. كاين اللي ما بقاش قدر انه يصبر، كيقول كاع انا غادي ننهي هاد العلاقه الزوجيه باش ما يبقوش الناس يصدعوني، لانه ما حدو هو مزوج كيطالبوه بالانجاب تلاحقه الاسئله، فكيبغي كاع هو يوقفوا سواء المراه سواء الراجل. كاين مشاكل نفسيه، الناس عندهم حالات قلق، حالات اكتئاب، وهذا الشيء كله ما خصناش نبقاو ساكتين عليه. هذه الحالات سيده عزيزه واش بالنسبه للتامين رومبورسي ولا الى حدود الان كاينه واحد اللائحه من الادويه اللي ولات معوض عنها، ولكن راه الدواء بلا التقنيات، لان التقنيات غير معترف بها الى حدود الان. لهذا كنناشدوا من خلال المنبر ديالكم. يعني الدواء هو اللي يعوض من التقنيه. واحد اللائحه من الادويه معوض عنها، ولكن التقنيات بحال دابا الا كتبتي في لودوسي ميديكال ديالك بان راه درتي الحقن المجهري او الحقن داخل الرحم او خارج الرحم غير معترف به. لهذا كنطلبوا من الوكاله الوطنيه للتامين الصحي انها تسرع من الوتيره ديال الدراسه ديال هذا الملف وديال هاد الطلبات ديالنا. صحيح انهم بذلوا معنا مجهود باش خرجوا لنا هذيك اللائحه، وهنا كنشكرهم على المجهودات اللي قامت بها لانام، ولكن راه يعني اتوجه الى السيد المدير العام اللي هو الدكتور الحلول الفريق ديالو، ان احنا محتاجين تسريع وتيره هذوك المساطير وهذوك الاجتماعات اللجان اللي كتقوموا بها، خص تسريع وتيره هذه الاعمال كلها باش نصونوا ذاك المكتسب اللي عطيتوه لنا عن طريق الادويه، احنا محتاجينه عن طريق يعني الخدمه. كيف ما كتعرفوا راكم انتم اطباء، الخدمه كامله يعني تشمل الادويه والتقنيات، الا عطينا للناس غير الادويه لا تكتمل لانه هاد الخدمه العلاجيه هي مسار، هي واحد البروسيسوس، هي واحد العلاج متكامل واحد الغلاف من العلاجات. الا بترتي واحد الحاجه ما فحال شي ما درتيه، لان خصو يكون متكامل. لهذا احنا كنقولوا للوزاره انها تدخل مع الوكاله الوطنيه للتامين الصحي يشوفوا كيفاش يديروا يوفروا الحل لهاد الناس ويشريوا العلاجات من القطاع الخاص، لان الناس ما بقاوش قادين انهم يصبروا. وكنظن بان
كيف ما كيعرفوا الجميع بان هاد الولوج لهاد العلاجات راه ماشي شي حاجه تجميليه ولا شي حاجه اللي هي كماليه، وانما هي اساسيه وضروريه، وبها كنضمنوا الاستقرار الاجتماعي والنفسي ديال هاد الناس، كنوفروا عليهم مشاكل اننا نعاودوا نعالجوهم على امراض اخرى. لان الا ما تدخلناش بشكل مستعجل فكاين مجموعه من المشاكل الاجتماعيه، كاين الهجر، كاين الطلاق، كاين الوصم، كاين التمييز، كاين يعني خاص هاد الناس يعني نحلوا لهم المشاكل ديالهم بشكل مستعجل. ولا حل عندنا يعني من وجهه النظر ديالنا في الظرف الحالي، والوزاره راها واعيه باهميه هذه الشراكه ديال القطاع العام القطاع الخاص، وهو منصوص عليه في يعني سواء في الاصلاح ديال هذه المنظومه الصحيه الحاليه، بان غادي يكونوا شراكات ما بين القطاع العام والخاص. فاحنا يعني كنجعلوا نفسنا ضمن الاولويات ديال هذه المنظومه الجديده وديال هذا التفكير الجديد ديال ابرام اتفاقيه شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لان المشاكل اللي كيعانيوها هاد الاسر راها كبيره وعلى مجموعه من المستويات. ما يمكن لناش نبقاو ننتظروا نجمعوا ما بين مشاكل عضويه ونفسيه واجتماعيه عند هاد الناس اللي هما حالمين بالامومه والابوه. كيبقى هو حلم وكيبقى هو امل، وعلى يعني صدى هاد النداءات اللي وجهت السيده عزه غلام لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه اذن الوكاله الوطنيه للتامين، نكون قد انهينا. وكما نقول كيبقى الامل ان شاء الله. ان شاء الله الامل دائما كاين في الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كيبغي العلم ويحث على العلم وعلى ويحب العلماء، الله سبحانه وتعالى يحب العلماء. اذا حنا كنمشيو في هذا الطريق مادام الامور علميه وكتمشي وفق الشروط العلميه، علاش ما نستافدوش منها؟ كل داء دواء بطبيعه الحال. يعني راه مجموعه من الامراض شحال هذه كنا كيبان لنا بان راه يعني راه شي حاجه خطيره وهذه، حاليا كاين المجتمع العلمي، كاين ابحاث متواصله. اذا خصنا ننقذوا الاسره المغربيه عن طريق هذه الحلول العلاجيه المتوفره، ولا بديل في الوقت الراهن من غير هذه الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، من اجل اننا نقدموا هذه الخدمات، خصوصا انه كاينين نجاحات كثيره. اذا خاص هذه النجاحات يستافد منها الجميع باش يكون هذا العلاج ديمقراطي، لان ما يمكن لناش هذا العلاج يكون فقط للفئات الميسوره والفئات اللي عندها تغطيه صحيه شامله، وواحد الفئات اخرى لان فقط لانها هشه اجتماعيا ولانها هشه اقتصاديا نديروها اليكاخ. لا، خاص هذه العلاجات تكون ديمقراطيه للجميع. سي عزيز غلام، انت رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة مابا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم انكم كتواكبونا دائما ويعني كتدعموا الأسر غير المنجبة، ولكم جزيل الشكر على كل ما تبذلونه من مجهودات في هذا المنبر. شكرا جزيلا.